اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. يتمتع بعض الأشخاص بصفات فطرية تزيدهم سحرا وجاذبية وتنقش أثرا لا ينسى في قلوب الآخرين، ولكن بالرغم من أن الإعجاب شعور ثابت إلا أن لكل شخص أسلوبه وصفاته الخاصة التي تساعده كي يكسب إعجاب من حوله. لذا تابعوا معنا هذا الفيديو حتى نتعرف على الأبراج الستة التي تشبه المغناطيس في قدرتها على جذب انتباه الناس وكسب إعجابهم واحترامهم. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناة رويش تي في مع تفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد من قناتنا فور نشره. ستة أبراج تمتاز بالجاذبية، هل أنت واحد منها؟ البرج الأول على القائمة، برج الثور. يتمتع مولود برج الثور بقدرة خارقة على إيجاد المرح والمتعة في كل لحظة يعيشها مهما كانت بسيطة أو مملة في نظر الآخرين. فمولود هذا البرج لا يعرف معنى الاستسلام للملل ويتحدى كل الأوقات الصعبة كي يجد جوا مريحا له. في بعض الأحيان يستغرب الناس من سر الطاقة التي تجذب الآخرين إلى مولود هذا البرج وتجعل منه شخصا محبوبا وذي حضور متألق دوما، إلا أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء سحر وجاذبية مولود الثور هو موهبته الطبيعية في تحويل الأجواء الكئيبة إلى أخرى مليئة بالفرح والألوان، وقدرته على طرد الملل من الأجواء واستبداله بأحاديث ممتعة ومسلية تسر مسامع الحاضرين. لينجح في نهاية الأمر بكسب رغبتهم للحديث معه لساعات وساعات من دون أن ينتابهم أي شعور بالملل. ولا يخفى على أحد أن لمولود هذا البرج بصمته الخاصة التي يسعى إلى وضعها في كل لقاء يجمعه بأصدقائه ليخرجهم عن المألوف ويلفت انتباههم لفعل أمور مثيرة للمرح في كل مرة يلتقون فيها. لذا إن كنت تبحث عمن يخفف من وطأة وحدتك ويأخذ بيدك نحو التسلية والمتعة، فما عليك إلا أن تتخذ صديقا من مواليد الثور كي ينسيك هموم الحياة ويثير إعجابك بسحر شخصيته. البرج الثاني على قائمة الأبراج الستة التي تمتاز بالجاذبية، برج الحوت. يشتهر مولود برج الحوت برقة قلبه ومشاعره المرهفة التي تزيد شخصيته سحرا وتألقا، وستكون كفيلة في رسم نظرات الإعجاب في عيون كل من يلتقي به ويلمس لطف تصرفاته وكلماته. فلمولود هذا البرج قدرة خارقة على جذب انتباه الناس وكسب إعجابهم، وذلك من خلال أسلوبه اللبق في الكلام وبراعته في التواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى تصرفاته اللطيفة التي تدل على رقي أخلاقه وسمو مبادئه في الحياة الاجتماعية. وبقدر ما يعجب مولود هذا البرج بالشخصيات الساحرة والمؤثرة، فسيكون سحره كفيلا بتوجيه أنظار الجميع نحوه وتسليط الأضواء عليه دائما، خاصة فيما يتعلق بالحب والعلاقات، بحيث سيكون مولود الحوت محط إعجاب للعديد من الأشخاص الذين يرغبون في كسب قلبه ووده للأبد. بشكل عام سيكون مولود برج الحوت بارعا في رش عبير سحره في قلب كل شخص يلتقيه، ليترك لديه رغبة في لقائه مجددا في أقرب وقت ممكن. ولهذا السبب سيكون من الصعب أن يتوقف أحد عن الإعجاب بمولود هذا البرج بعد أن تملك قلبه ومشاعره. البرج الثالث على قائمة الأبراج الستة
التي تمتاز بالجاذبية. برج الأسد، بالتأكيد لن تكتمل قائمة الأبراج الأكثر تأثيراً بسحرها على الآخرين من دون وجود مولود برج الأسد فيها، ذلك لأننا نعلم أن إحدى الصفات الأساسية لمولود هذا البرج هي أنه ملك بجاذبيته وبحضوره المميز الذي سيكون سبباً في نيله لإعجاب الجميع من دون أن يتفوه بأي كلمة. لذا سيكون كافياً أن يحضر مولود الأسد الواثق من نفسه ذو الشخصية القوية كي يثير دهشة من حوله ويسلب عقولهم بجمال شخصيته. ستكون أفعال مولود هذا البرج وأقواله بحد ذاتها سحراً لا يقاوم. فلهفته على المحتاجين ومحاولاته العديدة في رسم الابتسامة على كل وجه حزين ستكون كفيلة في لفت الانتباه نحو كرم أخلاقه. فلا يمكن لمولود الأسد رؤية نظرة الانكسار أو الضعف في عيون أي كان من دون أن يسارع إلى نصحه والتحدث عن تجاربه الفاشلة محاولا أن يعطيه جرعة من التفاؤل. لكن في نفس الوقت ستكون هذه الجرعات كالسحر الذي يدفع الآخرين لاحترام مولود الأسد والإعجاب ببطولاته وتضحياته. يمكننا القول أن مولود هذا البرج يستحق نيل لقب الملك البارع في كسب محبة الناس وولائهم له. البرج الرابع على قائمة الأبراج الستة التي تمتاز بالجاذبية، برج القوس. لن يكون سحر مولود برج القوس كامنا في أسلوب تعامله الرقيق مع الناس كما لدى الأبراج السابقة، بل إن السبب الذي سيجعل من شخصيته مغناطيسا يجذب إعجاب الناس من حوله هو المستوى العالي للإبداع والفن الذي يتمتع بهما مولود هذا البرج. فإبداعه وخياله الواسع سيكونان كفيلين في نقل الأشخاص المحيطين به إلى عالم الجمال والفن بكل أنواعه وأشكاله. فحين يرى الناس بعضا من أعمال مولود القوس الفنية سيسحرون بدقة صنعها وسيكنون له احتراما كبيرا وينظرون إليه بعين الإعجاب. حينها لن يبخلوا عليه بكلمات المدح والثناء التي تثبت جدارته في كسب إعجابهم والتأثير بهم بشكل مختلف تماما. من جهة أخرى ستزداد شعبية مولود القوس بعد أن يدرك الناس مدى إبداعه، ذلك لأنهم سيلجأون للأخذ بنصائحه كي ينجزوا أعمالهم بدقة تقارب مستوى أعماله، وسيكون هو مرجعهم الأول وقدوة لهم حين يريدون القيام بأي عمل فني. لهذا السبب سيطرق الناس أبواب مولود القوس سائلين عن نصيحة أو فكرة جديدة من نسج خياله الخصب، وستلمع عيونهم إعجابا بإبداعه. البرج الخامس على قائمة الأبراج الستة التي تمتاز بالجاذبية، برج الميزان. يعد مولود برج الميزان من أكثر مواليد الأبراج قدرة على كسب محبة الناس وإعجابهم بشخصيته. فمولود هذا البرج يبذل قصارى جهده كي يحقق توازنا بين جوانب حياته كافة، الأمر الذي سيدفع الآخرين للإعجاب باتزان شخصيته وبقدرته على استلام زمام الأمور وإبقائها تحت سيطرته في كل وقت. من ناحية أخرى يميل مولود هذا البرج لأن يكون مسالما وأن يبتعد قدر الإمكان عن افتعال المشاكل مع الناس أو المشاركة في أي خلاف يدور من حوله. لهذا السبب سيكون هدوءه نقطة مهمة تلفت أنظار الآخرين وتثير في نفوسهم الإعجاب بقدرته على كبح جماح غضبه والتصرف برزانة وهدوء. إن أكثر ما يزيد مولود الميزان جاذبية وسحرا هو أنه لن يتمكن من السكوت عن الظلم الذي يجري أمامه، ولن يقف في موضع الحياد، بل سيدافع عن الحق حتى لو كان هو المذنب. لذلك أعتقد أن كل من يعرف صفات مولود الميزان الرائعة سيرفع له القبعة احتراما وسيوقع على شهادة إعجاب باتزان شخصيته وهدوئه الساحر.
البرج الأخير على قائمة الأبراج الستة التي تمتاز بالجاذبية، برج الحمل. يسيطر مولود برج الحمل بأسلوب ذكي للغاية على قلوب من حوله، ويزرع محبته فيها من دون أن تتمكن أي خلافات أو مشاكل من جعل زهرة حبه تذبل في داخلهم. فمولود هذا البرج يمتلك سحرا خاصا به يجعل منه شخصا مميزا عند كل من يعرفه حق المعرفة، لدرجة أن من حوله سيغفرون أخطاءه وزلاته ويبررون أفعاله مهما كانت فظة، وسيكونون مستعدين لمسامحته على كل كلمة قاسية أو جارحة تفوه بها، حتى أنهم سينتظرون قدومه بفارغ الصبر حين يكون غائبا عنهم لمدة قصيرة من الزمن. ولكن ماذا فعل ساحر القلوب هذا ليستحق منهم كل تلك المحبة والإخلاص للود الذي يربطهم به؟ في الحقيقة يلعب مولود هذا البرج لعبة الاهتمام المنقطع النظير مع كل شخص يتعرف إليه حديثا، حيث سيكون مولود الحمل مستعدا لبذل الغالي والنفيس كي يقضي على مشاكل وهموم ذلك الشخص ويرى الابتسامة على وجهه، الأمر الذي سيدفع الطرف الآخر بشكل بديهي إلى رد معروف برج الحمل ومعاملته بمثل طيبته وبقدر الاهتمام الذي قدمه له، لينجح مولود هذا البرج في كسب ود الناس وحبهم بذكائه وبراعته فيما يخص العلاقات الاجتماعية. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.